صباح الخير. صباح الخير استاذ. العفو، بس عندي هذه المعامله دزوني عليك حتى تدققها. معاملتك كامله لو بيها نقص؟ اي طبعا كامله. جيبها واستريح. تجي ست ابتسامه صيح اسمك. ايه استاذ العفو، بس انا دا احكي وياك، يعني ممكن ترفع راسك؟ تريح من نصيح لك تعال. ترى دا احكي وياك ما دارمي عليك، ارفع راسك يا اخي. تستريح خويا، استريح استريح. شكرا للطفك. العفو، بس ممكن اقعد هنا؟ حضرتك ايدك يعني هذا مقعد وانا هم راجع مثلكم، يعني هم لازم انتظر وانتم تنتظرون، فايدك يعني ما انت بيك شيء؟ شبيك تطلبني فلوس؟ ضايج من عندي، كاتلك من شنو جهال شنو ايدك؟ لعد ليش حاجز مكان؟ صاحبك راح يجي بفاتحه وحاجز لو كان حتى تتعشون. اضحك دوخ ايدك. ايدك وخرها حبيبي، اصبر هستك يعني. انت من الشركة هيك يعني؟ لو جابوك ويا الكرسي. شاي 500 شاي. شاي. شاي 500 شاي. تعال صب لي شاي. بس العفو بلا زحمة، ممكن كلاس شاي؟ 500. اي حبيبي راح انطيك. الزم. انت اللي اخذ زم. طيني. 500. ترى ما راح نهزم والله. شكرا. 500. طيتك والله. ليش محسسني جاي اشرب من دمك؟ اشرب شاي. شاي 500. اوقف، شنو الشاي مالتك؟ مر. عد ليش دائما الدوار العراقية الشاي مالتها كلها مر؟ ادري الشاي تخدروه وتعذبوه، هاك ما اريد. ابو السونات البيضة وين؟ من ابو السونات البيضة؟ انت مو ابو السونات البيضة؟ انت مو ابو السونات البيضة؟ ما تحكي، اذا انت ابو السونات البيضة ليش ما تحكي؟ ما تحكي. بس لحظة اخي، هو كاتل ابوك لو عندك ثار وياه؟ لا. لعد ايش بيه؟ شاخذ سيارتك؟ لا. لعد ايش بيه؟ مهرب سلاح طلبه فلوس؟ لا. لعد ايش بيه؟ السويتش مالته يمي. طب الجراج؟ ايه. لقفتك. لك انتوا هالجراجات لعبتوا نفسنا 24 ساعة متنقين على العالم. ارجع ارجع. ارجع 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 ارجع. انت ابوي ولازم علي لازمه وراح تقتلني. وبعدين ليش من انطب للجراج تشخص السياره من فوق لي جوا هيك قرفان ومش معز و... بس ويش ما سياره ونزل ايش مبايقي السياره انا؟ باقي السياره واخري لك باقي السياره انا لو اعتقلني تعال بعد فد مره اعتقلني. ومن ترجعني مرت اللخه لا تظل ترزلني. ارجع 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 منا يا معود منا منا. هو المكان حج لما تطبي يا اخي انقرضوا. يعني مو ابو السونات البيضة؟ لا. من مال الله. 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 اي حبيبي شبيك للصيح علي؟ هاك حبيبي هاك. الله يرزقك ان شاء الله. ربوة تدري الطماطم بيش؟ هاك هذا ربع ثاني. 500 تدري البوتيتا بيش؟ يا هاي 500 شنطك بعد. شو انت ما عاجبك؟ شنو انا جاي جد منك؟ لا يمكن انت تحضر ماجستير انت حضرتك، هاي امكانيتي حبيبي شو اسوي لك؟ تدري الخيار ببيش؟ لا والله. تدري اللبن ببيش؟ انا اللي اعرفه هسه اسوي جاجيك. يعني ما وراك شيء؟ حبيبي هاي امكانيتي يعني شو اسوي لك؟ من مال الله! استاذ محبوب، المعاملات يمك؟ انت ابتسام وهو محبوب؟ الك بها اراده ربي. ها شنو؟ قدامك طريق مفتوح. راح اصيح الاسماء. اللي يسمع اسمه يجي يمسى ابتسام. احمد سعيد وينه؟ تعال شعدك. روح للصادرة. زينة حسن. تعال انت شعدك. روح للواردة. طيبة سلمان. انت طيبة؟ تجيبي صحة الصدور. سالم محمد.
كنت يسحوك هاي. قوم سالم قوم. لحظة قبل لا تصيح اسمي، خلنا أشهد عليكم. أنتوا ليش متنقين أبوك العراقي؟ وليش من تصيحون اسم المراجع تحسسه بقرفيتشي كأنه حباية مال ليمون طلعت لك بالزلاطة؟ أنت حسن كشكول. افنوني الدفع، ليش صار علينا هيك؟ العراق وين ما يروح متنقين بوجهه حيل. اطلب لي الاستعلامات مال اي دارة يقول لك وين رايح؟ والله امي دزتني عليك تجيب قرصتي خبز، غير طب الدارة عندي معاملة. لو الموظف توقف تحكي وياه ما يشوفك، ما يشوفك اساس شبحاني؟ شبح قرصتني بالله خفاش، اخ على كيفك، والله العظيم انا مو شبح. لو اطلب للمطعم، ابو المطعم متنق عليك حيل. وإذا تطلب شي ستكي احتمال يدتشك، ترى ما دا أكل من ورث أبوك، دا أكل غدايا أولي. تروح العرز يطبون قرايبك مش هنجين للقاعة هيج، يروح يطقون شبيكم، ترى جاي نفرح، حتى من يرقص متنك. أدري شنو وزع لكم عشاء، دهن مال فكس لو مال أعصاب. ترجع للبيت تريد ترتاح، تلقى مرتك متنقة بوجهك، تقول شبيك ما بيجي، شبيك ما بيجي، أدري وين نروح بعد؟ تهم متنق صدق؟ لا عاد انعديت من عندكم. ويبقى السؤال، العراقي ليش متنق؟ ولاية بطيخ على 1001 وبس، اشترك هسه.